هؤلاء العرب يا مولاي قوة عظيمة، جسد قوي مترامي الأطراف، ولكنه بلا روح، قد ذبلت حيويته ولهذا لا يستطيع أن ينتفض. ولكي نتمكن من قتاله والحرب معه، علينا أن نقضي على البقية الباقية من روحه الخابية. كيف؟ ما يقتل روح أمة مثل أمة العرب هو أن يهتموا اهتماما بالغا بأنفسهم. كل أمة تهتم بنفسها يا دموستوك نكفور فوكات. لا، ليس هذا ما أقصده يا مولاتي. ما أعنيه هو أن تهتم كل دويلة بأمرين: خوفها من جارتها المسلمة، وحرصها الدائم على الاعتداء على أمن واستقلال تلك الجارة المسلمة. قد يكون بينهم عقلاء يمنعونهم من ذلك، علينا أن نرصد هؤلاء العقلاء وأن نستميلهم، بل أن نقوم بتصفيتهم. يجب أن نشعل حروبا عربية الهدف، عربية التخطيط في كل بقعة من هذا العالم العربي. كيف؟ مولاي يفهم أكثر مني. بالتأكيد، ولكن كيف؟ الفاطميون في المغرب يجب أن نحركهم نحو أبناء الإخشيد في مصر، الإخشيديون يجب أن نحركهم ضد الحمدانيين في حلب، يجب أن نحرض بعض الدويلات الفارسية على الاعتداء الساخن المتواصل على أرض العراق. القرامطة، لماذا لا نشجع القرامطة على أن يأخذوا حقوقهم المسلوبة في كل بقعة وكل طريق يؤدي إلى بلاد العرب؟ ناصر الدولة، ناصر الدولة يجب أن يعيش في رعب من البويهيين في بغداد، لعبة صعبة يا مولاي، تحتاج إلى مال كثير وإلى نفس طويل، وبعدها يتحرك الجيش البيزنطي في سهولة ويسر كي يحتل البلاد والمدن. لا أسرى من الجانبين، لا من جانبنا ولا من جانبهم هم أيضا. ماذا تعني بلا أسرى من جانبنا ومن جانبهم؟ من جانبنا ستكون الحرب بمثابة نزهة، ولهذا لن يسقط من جيشنا أسرى. أما من جانبهم فيجب أن تتغير نظرتنا إلى الحرب مع المسلمين، إما أن تسقط مدنهم تحت وطأة السيف والرعب والخوف المخيمين، وإما أن نبيدهم بقوة السلاح. لا 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 لا، لا أسرى من الجانبين. وتقول إنك رجل حرب وقتال ولها علم لك بالسياسة؟ هذه مشاهدات مقاتل يا مولاي. وهل نستطيع كل هذا يا دموستوك نكفور فوكات؟ يجب يا مولاتي، لا سلامة لنا بغير هذا. العرب قوم عاطفيون، سرعان ما يستفارون، ينتفضون بسرعة ويهدؤون بسرعة. قد دوختهم الأحداث، طحنتهم الفرقة، ويجب أن نعمل دوما دوما على تفرقتهم. العرب مارد ضخم يا مولاي، له قدرات عظيمة ولكنه نائم، وينبغي أن نعمل دوما على إطالة فترة النوم هذه، لأنهم إذا تحركوا فسوف يطؤون بيزنطة بأقدامهم. معقول هذا؟
هذه مشاهدات مقاتل محارب قد عرف القتال وعرف طبيعة من يحاربهم ويقاتلهم.